لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بحر المنوعات. السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده بحر المنوعات اللي هي القنص او البنادق السيل. انا مموت 3 في رينجل وموت 2 في ليفنج. هنخش ليفنج نموت 4 كمان، يبقى احنا عملنا المهمه وخلاص. يعني بقول لك اختار واحده من 3، يعني واحده مهمه من 3. احنا هنختار 6 من الاعداء باستخدام بنادق السيت في ليفنج. هوريكم جوه البنادق السيت دي انهي بنادق وانا بجمع هوريكم. يلا تعال نخش اللعبه واوريكم البنادق من جوه. يا جماعه بنادق السيت اهي. Marked a location. هي دي. I got supplies. هي دي بنادق السيد. احنا لحد دلوقتي موتين 2، فاضل لنا 4. ودي برضو من ضمن بنادق السيد اهي. I got supplies. الاس 100 1894، دي برضو من ضمن بنادق الصيد اهي. I got supplies. ادي واحد اهو يا جماعه اهو. لعبة بتعلق وحاجة نيلة. وادي كمان واحد اهو. يبقى كده 3، يبقى فاضل لي واحد بس. وده اخر واحد يا جماعه. كده انا خلصت المهمة بالتلاتة. ده كان واحد عايز يموتني بس معرفش. يلا هجمع بره المهمة وهكلمكم واوريكم ان شاء الله. باي باي. ودلوقتي جينا مع وقت التجميع يا جماعة اهوت. تعالى يلا نجمع من جوه احسن. اقتل 6 من اعداء بنادق الصيد في ليفنج. انا جمعت في ليفنج. يلا شوفوا فيديوهات جديدة ان شاء الله ومهمات جديدة في بابجي. استنونا، ومهمات بابجي كلها ان شاء الله نعملها مع بعض واوريكم تعملوها ازاي. الفيديوهات دي على فكرة للناس المبتدئين، عشان خاطر الناس اللي تقول دي حاجات سهلة او كده يعني. فهو البنادق هوريها لكم هنا تاني اهي. هي البنادق كلها اهي اللي انت تعمل بيها المهمة. على خير. سلام عليكم. قناة بحر المنوعات. لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بحر المنوعات.